السلام عليكم، يعطيكم العافية. أخوكم المهندس يوسف القحطاني. سيارتنا اليوم سيارة مميزة من اللكسس اللي هي الجي اس اف. راح نجربها خلال يومين إن شاء الله ونشوف الشكل الخارجي، الشكل الداخلي مع التقييم، أدائها بالشوارع العامة، هل تقدر تداوم فيها يوميا؟ سيارة مريحة ولا سيارة قاسية؟ بنفس الوقت ناخذها بحلبة صغيرة وناخذ أكبر قدر ممكن من البرفورمانس اللي موجودة بالسيارة هذه مع تصاريحها من 0 إلى 100. بنهاية الحلقة راح نسوي لها تقييم كامل وشامل مع أسعارها، أنواعها وأسعار قطع الغيار. ولا تنسون اشتراك، سبسكرايب ولايك. حياكم الله. واخيرا صار عندنا لكسس 8 سلندر تنفس طبيعي او النشر الاسبريتد. ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللكسس بدت بالجي اس تقريبا بعام 93 كاسم رسمي ومعتمد، جي اس لكسس. طبعا جي اس يقولون انها جراند سبورت واحيانا الجراند سيدان، وهذا تقريبا الجيل الرابع من السياره اللي بدأ من 2013 وصار فيها فيس ليفت تقريبا بال 2015، فممكن تستمر السيارة لمدة سنة ونص أو سنتين على بال ما يصير عليها تغيير بالكامل. أول ما بدأوا الجي اس كانوا حاطينها على الشاسيه أو على البلاتفورم حق التويوتا كراون اللي نذكرها من أيام الثمانينات، الجيل الأول والثاني والثالث. الجيل هذا الأخير لا، حطوا لها بلاتفورم جديد بالكامل، وما شاء الله الجي اس من أكثر السيارات اللي أخذت جوائز على مستوى العالم، يعني عد وغلط ما شاء الله تبارك الله، لا من ناحية العملية، لا من ناحية السيارة ما تخرب أو خراباتها قليل، الريسيل فاليو حقها جدا ممتاز، أو أنك تبيعها بعد ما تستخدمها كم من سنة تمسك سعرها مثل ما يقولون. اللكسس طلعت إف زي قالت المرسيدس، عندها الـ AMG والبي إم عندهم الـ M والأودي عندهم الـ RS، فما يصير لازم أطلع أنا شيء يليق بعلامة اللكسس. ففكروا من بداية الألفينات قالوا خلنا نطلع الاف، والاف هذه اعتقد انها من حلبة عندهم اسمها الفوجي ريس ترايك في اليابان، لان حتى الريسيرش والديفلوبمنت موجود قريب من الحلبة هذه. وبعض الأحيان يقولون لا ان اف من علامة او من كلمة فاست يعني سرعة. المهم ان بدأ الانتاج الفعلي حق السيارة هذه بال2007، كان ماسك التصميم والديزاين شخص ياباني هو نفس اللي كان ماسك السوبرا، فهذا يعني يبين لك لأي مدى اللكسس ماخذين الموضوع بشكل جدي جدا. وطلعت الاي اس اف ما شاء الله، وبعدها طلعت ال اف اي السوبر كار اللي كان سعرها يعني جدا خيالي وكان محدود، اعتقد يمكن 500 سياره او اقل. بعدها نزلت الار سي اف، واخر واحده لحقتهم اللي هي الجي اس اف. اللكسس بالاف كان عندهم شعار دائم يعني يحطونه بكل الجدران وبكل مكان، يعني هم يعني من ثلاث عبارات اللي هو الريسبونس اللي هي الاستجابه، والساوند اللي هو الصوت يعطيك صوت ماكينه وصوت اكزوست والاشياء هذه، والثالثه اللي هي ليميتلس باور فيل يعني احساس القوه اللامتناهي او اللي ما له حدود. فهم يقولون احنا بنعطيك سياره تستمتع بالحواس هذه اللي هو الاحساس والصوت والقوه. تصميم السياره الخارجي اللكسس اخذت يعني علامه من قدام، خصوصا الشبك العنيف تقريبا يعني يذكرنا بالأودي فترة من الفترات، يعني حاطين الجريل الكبير جدا. عشاق اللكسس مبسوطين عليه ويحبونه وشكله حلو، فهو يعني يا أنك تحبه أو أنك تقول لا ما حبيته. خلونا نشوف خارجيتها مع بعض. هذه اللكسس 2016-2017 الجي اس اف. طبعا الجي اس تجي منها أنواع كثير، اللي هي الجي اس 200 التيربو 4 سلندر، بعدين
الجي اس 350 وال 350 الاف سبورت، وفي الهايبريد ال 450، وهذه اعلى وحده اللي هي الجي اس اف. طبعا راح نشوف سياره من برا مختلفه عن الجي اسات الثانيه، يعني من ورا، من قدام، من الجنب، فتلاحظ ملامح سياره شوي عنيفه، لان السياره فعلا سياره رياضيه، وهذه سياره لكسس تقول لك انك تقدر تاخذ السياره هذه في الحلبه ما عندك اي مشكله، بس لا تشتكي مثلا من صوت البريكات او الفرامل، لان هذه البريكات حقتها والفرامل حقتها رياضيه. الجي اس اف نفس الشيء، تجي ستاندرد الاضاءه حقتها الاماميه الاي دي اللي هي الثلاث، واحده ثنتين ثلاث، وفي هذه الانوار النهاريه، وفي عندك من هنا تبريد الزيت، وعندك الريديترات موجوده هنا نفس الشيء، وعندك راح تشوف تبريد البريكات الاماميه، هذا حق اليمين بريكات اليمين، وعندك هذا حق بريكات اليسار، وفي عندك هذا الريديتر حق تبريد زيت الجير، عندك كربون فايبر. وجه السيارة تحسها مرتفع ما هو نازل، يعني تخاف مثلا يوميا راح تحك، فإذا حكت السيارة هذه راح تحك تقريبا أغلب السيارات. عندك هذا راح يكون حق مثبت السرعة المتكيف الأدابتف كروز كنترول، وراح نشوف تصميم يعني شوي جريء من لكسس، خلنا نقول ممكن تحبه ممكن انك ما تحبه، بس عشاق اللكسس انا اعتقد انه راح يحبون الشكل هذا. راح نشوف الجنوط او الرنجات تصير 19، حجمها 255 على 35 على 19، وطبعا عندك ما شاء الله البريمبو بريكس اللي قدام 380، وتقدر تاخذ هذه اسود او اورنج، وهذه من البريمبو وست بساتم، لو تشوفون الدوائر واحدة ثنتين ثلاثة، هذه ثلاثة بساتم هني وثلاثة هناك، فهي ستة قدام واربعة ورا. عندك السسبنشن حق السيارة اللي هو سبورت، راح نشوف علامة الاف، هذا تبريد، عندك المرايا سوداء فيها الاشارات، سيارة تنفتح بالبصمة. إذا بنشوف الكفرات والتواير اللي وراها راح نلقى 275 35 19، طبعا سرعتها توصل 300 ما عندك مشكلة، والبركات اللي وراء 345 زي ما انتم شايفين بستمين، فأربعة وراء. بس اللي عجبني صراحة في الجنوط حقتها انها صايرة 3D، يعني انت بتشوفها الان زي كذا، بس لو بتميل من الجنب راح تصير معاك 3D، راح تشوف حركتها حلوة صراحة. عندك تانك البنزين اللي هو 66 لتر، بس الغريب انه مو حاطين لك يعني تعبي اي بنزين، 91 95، فانت شاري سيارة غالية تعتبر سبورت كار، فيفضل انك تحط عليها بنزين لو حتى 98. نشوف خلفية السيارة نفس الشيء، راح نشوف الإضاءة حاطينها شفافة مع أسود، عندك الجناح الكربون فايبر، علامة الاف، وبعدين نجي للسيجنتشر حق الجي اس او الاف اللي هي الاكزوست اللي صايرة اربعة ورا، بس ما هم متوازين يعني طالعين فوق شوي، شكلهم غريب شوي، بس انسى موضوع شكلهم، عليهم صوت لون السيارة تيتانيوم يعتبر. خلونا نشوف دبة السيارة، في تقدر تفتحها بالريموت او من داخل، او في زر مني وكهربائية، راح تشوف ان فيه التاير الاحتياطي او الكفر الاحتياطي ماخذ اكبر حيز داخل الدبة او داخل الشنطة، هذا هو حجمه، طبعا حجم كامل. في عندك مساحة تخزين، مساحة ان تثبت الاغراض، تقدر تثبت اغراضك هني، في عندك مساحة هناك، بس عشان توصل لهناك لازم تكون أغراض صغيرة، وعندك طبعا إذا تبي تعلق أغراضك يقول لك هذا أقصى حد 5 كيلو تقدر تعلق مقاضي هني، نفس الشيء هني، يعني مساحات إلى حد ما معقولة.
تقدر انك تسكرها. داخلية السيارة اللكسس تقول لك حنا نبيك تحس كل شيء رياضي، عشان كذا جابوا لك الشاموة في كل مكان ممكن انك تلمسه. هذا شيء جدا حلو. جلد تقريبا في اغلب الاماكن، يعني هذه ما في جلد، هذه ما في جلد. شاشة السيارة صارت الان اكبر. راح اسوي لها حلقة ان شاء الله خاصة فيها. العدادات تذكرني بالجي تي ار، وعندك يمكن تقريبا 4 وضعيات. خلونا نشوف داخليتها مع بعض. هذا مفتاح السيارة، مفتاح يعتبر عادي. طبعا في المفتاح الاحتياطي، تضغط من هنا وتسحب هذه راح يطلع لك المفتاح، فهذا اللي يسكر، ونفس الشيء اللي شغل السيارة، وهذا اللي يفتح الأبواب. هذا الشنطة والدبة اللي ورا، عندك هذا عشان تدور السيارة. شوف السيارة من داخل ما شاء الله. طبعا الداخلية الجي اس اف تجيك 3 داخليات، نفس هذه الحمراء او اسود او ابيض مع اسود، كلها جلد طبعا. طب داخلين مع الجلد مع الكنتارا اللي هو الشاموة، فرح تشوف فيه شاموة جلد مطرز، حاطي لك تطريزات يعني اللون الثاني. عندك خشب بس تقدر تاخذ هذا مثلا كاربون فايبر الاشياء هذه. حاطين لون خلنا نقول الذهبي، فكل الاشياء مذهبه داخل السياره تقريبا، مو ذهبي مره بس يعني فاتح شوي. عندك التحكم في الدرايش والتحكم في المرايا، ميموري، عندك البادج حق اللكسس، عندك طبعا السياره صناعه يابانيه اكيد، عندك دعسات الارجل الرياضيه الالمنيوم، يفتح الكبوت، هذا اللي يفتح الدبه، في عندك درج حق الكوينز ممكن تحطها، والحلو انه مبطن من داخل فما راح يسبب لك ازعاج. وما شاء الله الدروج اللي هني ما شاء الله حجمها واسع، هذا شيء حلو، بس من داخل بلاستيك قاسي، فاي الاغراض اللي هني ممكن تسبب شويه ازعاج. الكراسي هذا التحكم فيها ممتاز، قدام ورا فوق وتحت والاشياء هذه، بس ما تقدر انك يعني هذه تتحكم فيها مثلا، او هذه زي مثلا نشوفها في السيارات الام بشكل خاص. الكنترول ما شاء الله بتشوف ازارير كثير في المنطقه هذه، وبعض الاحيان ممكن بعض السواقين ينسى ان في ازارير في المنطقه هذه، فعندك هذا التحكم في الاضاءه الاماميه، يشغلها ويطفيها بشكل الكتروني اللي هو العالي والواطي والاشياء هذه. عندك هذا التراكشن، عندك هذا الاي اس سي اللي يفعل لك سبورت اكزوست. وطبعا راح اسوي حلقه تكنولوجيا لان في شغلات كثيره يشتغل مع السماعات. عندك هذا حق الهيد اب ديسبلاي اللي هناك، البروجيكتور يتحكم فيه، تبي تشغله تطفي تقوي اضاءته تخففها، هذا تبي ترفعه تبي تنزله مثلا البروجيكتور، هذا يتحكم في العدادات اللي يسوي لك ريسيت. وعندك اللي يتحكم في الاضاءه والدركسون او السكان، طبعا كهربائي بس لازم تشغل السياره. عندك البادل شيفترز، الكنتارا، وفي حركة مسوينها يعني خلنا نقول شوي غريبة بس أنا صراحة عجبتني، اللي هي حركة المسامير. راح تشوفون في مسامير مثبتة الكنتارا في العداد، يعني قاعد يقول لك هذه سيارة سبورت، فحركة أنا عجبتني. ممكن في ناس يقول ليش يا أخي سلامات مطلع للمسامير. وهذا البروجيكتور، وهذا الستيرينج حق السيارة، هذا يتحكم في الشاشة اللي قدام هذه. عندك هذا نفس الشيء بالشاشة، وهذا يفعل لك الرادار اللي قدام، هذا حق تغيير المسار. عندك هذا يتحكم في الميديا ويرفع الصوت ويرخي، وهذا التليفون، وهذا الفويس كوماند، هذا الباج حقة الاف. عندك هذا الباركينج بريك، وهذا تبي لما توقف السيارة وهذا يشتغل ولا لا، تشغيل البصمة. عندك اللكسس ما يخلونك بدون معلومات، فهذا يعلمك شلون تشغل السيارة. فسوينا زيهم، اضغط مرتين بسرعة، بعدين مرة ثالثة خليك مستمر، احيانا تشتغل احيانا ما تشتغل. الشاشة الكبيرة ما شاء الله 12 وشي انش، وتتحكم فيها من الماوس اللي هني،
راح اسوي حلقه ان شاء الله على هذه الماوس كامله مع الشاشه اللي فوق هذه باذن الله. عندك فتحات التكييف، الساعه نفس الشيء تتحكم فيها من الشاشه، عندك هذا الراديو والميديا. طبعا السياره فيها المارك ليفنسون اعتقد 17 سبيكر، حلو ممتاز، مكيف منفصل حق الراكب هذا وحق السواق، بس المروحة حقتها واحدة هذه هي. عندك الكراسي الأمامية تبريد هذه هي، عندك هذه الكب هولدرز، الجير حق السيارة اللي هو 8 سرعات زي حركة المرسيدس أيام زمان، بس هم قالبين هذه حاطين الزايد قدام والناقص ورا، المفروض يصير العكس. فهذه سيارة سبورت أو حقة حلبة، المفروض إنه يكون هذا ناقص قدام وزايد ورا، ما أدري ليش. عندك هذا التحكم في السيارة، تبيها توفير بنزين، تبيها نورمال أو سبورت إس أو سبورت إس بلس. إذا مضيع ولا شيء تبغى سيارة ترجع طبيعية بس ضغطة، في أي وضع راح ترجع للنورمال. عندك هذا التورك فيكتورينج ديفرنشال، هذا اللي يتحكم في الديفرنشال اللي وراء، ونفس الوقت يخلي السيارة على الكيرف أو على اللفة أنها تأخذ اللفة بأسرع وقت ممكن، يمسك لك الفرامل أو البريكات اللي داخل. راح أشرح إن شاء الله على السيستمز هذه إن شاء الله داخل حلقة. نفس الشيء عندك هذه الكنتارا شاموا، المساحة حلو. عندك هذه تقدر تقدمها وتوخرها، لما ترجعها ورا راح يفتح معك هذا تقدر ترفعها، وعندك ما شاء الله درج مساحته جدا حلوة، وفي USB وفي AUX، عندك الباور اوتلت، المرايا الاوتو دومينج هذه المرايا، وعندك الورا برضه السنسورات والكاميرات اللي قدام، ما في مكان تحط فيه النظارة حقتك، والإضاءة بالسيارة الليكسس من زمان ما شاء الله LED، عندك فتحة السقف، وعندك هذا اللي يطفي الألارم أو التحذير لا سمح الله في حالة السرقة أو شيء، وعندك نفس الشيء هذه LED إضاءتها حلوة، وملمس السقف ناعم، يعني كان ودك أنه يكون ملمسه يكون الكنتارا يعني خشن شوي، بيكون أحلى، لأن هذا ممكن يبين فيه الغبار. طبعا بتشوف في كل مكان ما شاء الله الايرباقات في كل مكان. بسم الله نشغل السيارة. هذا المنظر من جهة السواق، هذا السيارة من وراء نفس الشيء، راح نشوف نفس الأكسنت، خشب الكنتارا شاموا، عندك الجلد ما شاء الله، وعندك هذا نفس الشيء أسود بس ما أعتقد أنه بلاستيك، وعلامة اللكسس، وعندك مكان أماكن تخزين في الباب، وما شاء الله الجي اس يعني صارت واسعة حتى من وراء، مساحتها حلوة. فراح نشوف حتى اللي ورا انه مهتمين فيهم، عندك علامة الاف، اماكن الدرج في الوسط هني، حجمه ممتاز بس ما في USB اذا تبي تشحن او شيء، عندك هنا اكسس على الاغراض اذا عندك في شيء بالدبة او الشنطة يكون طويل ممكنك تحطه، وفيه تحكم الراديو في CD في DVD، باور تشغل تطفيه، نفس الشيء التحكم في المكيف، هذا الستاير ستار اللي ورا هذه ينزلها ويرفعها. طبعا الليكسس ما شاء الله لما تحط السياره في الار راح تنزل هذه الستاره، ولما تحطها في الدي وتمشي راح ترجع بشكل عادي. الفرش الارضي ما شاء الله يعني مهتمه فيه الليكسس بشكل كبير، هذا شعر طويل يبين لك يعني نوع من الفخامه صراحه. هذه الكراسي اللي ورا راح نشوف انه نفس الشيء معطينك ورا ستاير عاديه، كيف ورا بس لازم هذا نقدمها شوي، ك
مكيف ورا والتحكم فيه من هنا. في عندك ثلاث مناطق للمكيف، عندك هذا باور اوتلت بس نفس الشيء ما في يو اس بي، هذه حركة غريبة شوي. وعندك في السقف إضاءة LED دي، فهذا المنظر تقريبا من جهة الراكب اللي وراء. الكراسي اللي قدام شكلها شوي غريب، في بعض الناس يمكن يحبها وبعض الناس ما يحبها، وما اعتقد ان عندك خيار انك تقدر انك تقول لا انا الكراسي هذه ما ابيها، هذه الكراسي الوحيده اللي تجي على السياره. هذه داخلية السيارة من قدام، شوف مكان الراكب الأمامي. نفس الشيء عندك درج ما شاء الله هني واسع، عندك التحكم في الكراسي حقت الراكب كهربائية، بس ما تقدر، ما في لمبار أو أسفل الظهر ما في تحكم. وفي عندك ما شاء الله في درج، المنطقة هذه كبير، السيارة مليانة ما شاء الله كتالوجات أو خلنا نقول اليوزر مانوال، كتيب استخدام السيارة ومبطن بحيث ان الاشياء اللي تحطها داخل ما تلعب، وتقدر تقفل الدبه والشنطه اللي برا مني. وهذه السيت اب حقت السياره من جهه الراكب. حلوه، يعني الراكب اللي قدام راح يغار من السواق لما يطالع زي كذا. المنطقه هذه فيها زحمه، الدركسون شوف متقدم متأخر للأخير، يعني شوي يلصق في الطبلون يعطيك مساحة، يعني تقدر تحط الوضعية اللي تناسبك ويشوف، تقدر تشوف يعني الكنتارة، هذا بلاستيك ما هو جلد، كان ودك انه يكون جلد بس هذا بلاستيك، هذا بلاستيك، فالطبلون يعتبر يعني بلاستيك مع الكنتارة تقريبا. وهذا المنظر من جهة الراكب اللي قدام. نجي الآن للعلي الكلام زي ما يقولون، أهم شيء بالحلقة هذه اللي هو الأداء البرفورمانس حقة السيارة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه 8 سلندر 5000 سي سي، 471 حصان، 530 نيوتن متر العزم. خلنا نشوف الماكينة وين مكانها، شوف توزيع الوزن شلون في اللكسس. عندك هذا المحور الأمامي، فتقريبا فوق المحور الأمامي بالضبط. التوازن في السيارة هاي تقريبا 53-47 وراء، فالوزن شوي قدام يكون أثقل من اللي وراء زي ما أنتم شايفين، الماكينة متقدمة قدام. وتشوف الإعدادات حقت الماكينة تقريبا زي اللي تشوفها بالسيارات اليابانية، عندك البطارية قدام، مع أنها يعني سيارة قوية جدا بس ما أحس فيه تعقيدات داخل، يعني تشوف البادي، لو بتشوف لك سيارة أوروبية ما راح تشوف البادي في المنطقة هذه. طبعا تتكلم على 8 سلندر 5000 سي سي او 5.0 ناتشرالي اسبريتد، تلفز طبيعي، لا في سوبر تشارج ولا تيربو تشارج ولا يحزنون. فعندك السياره 471 حصان على سرعه 7100 ار بي ام، وعندك ما شاء الله التورك 530، يبدا من 4300 ار بي ام الى 5600 ار بي ام. فالسياره يعني في 2003 خلينا نقول من 4000 وتحت سياره خلنا نقول عادية، تقدر انك تداوم فيها ما تحس اصلا، يعني حتى لو دست مثلا 2 او 3 سنتي بدعسة البنزين ما راح يصير فيها الحركات هذه، الكيك من وراء او انها تسوي سلايد او شيء، فراح تحس ان السيارة هذه ما هي سبورت، سيارة تقدر انك تداوم فيها تحس فيها بالامان. يعني ممكن حتى شخص
يعني شخص عادي لو تعطيه المفتاح ويداوم فيها ما راح ينتبه اصلا ان هذه تقارن بالام 5 والاي 63. فعلشان كذا هم يقول لك احنا نبي نعطيك سياره ما تخاف منها كل يوم، او ما تخاف مثلا ان احد انه يجربها. هذه حركه حلوه. اذا تبغى تاخذ كل شيء بالسياره لازم انك تعدل 4000. فالان انا على سرعه 1600، هي الان على السبور طبعا دوسه عاديه، الان 3000 ار بي ام تقريبا. خلي اعطيها كيك. فهذا الصوت اللي تتمناه من السياره سبورت. يعني في ناس يقول لك ما ابغى السياره سبورت من الزيرو، زي ما نشوف مثلا في التيربو، سيارات التيربو. الجير 8 سرعات وبرمجته تقريبا توفير بنزين، فتلقى السياره دائما تحت ال 2000، يعني ماشي الان ماشي 104 السياره تقريبا 1600. سياره يعني مرتاحه. طبعا السلاكه في البنزين اعتقد انه يقولون 15 لتر في ال 100 كيلو. ان شاء الله احاول اعطيكم يعني خلال يومين او الويكند كم كان استهلاكها البنزين. طبعا السياره دفع خلفي، فتتوقع ان السياره راح تكون سلايد طول اليوم. هذا الشيء ما راح يصير الا اذا انك طفيت التراكشن. طبعا التراكشن يكون ذكي طفيه صح، بس اذا حست السياره انك فقدت السيطره راح يبدا يتحكم في السياره ويرجعها عن طريق الاي بي اس والامور هذه والفرامل ويقطع البنزين على الماكينه. الجير الشيفتنج فيه ممتاز، ما اقدر اقول انه واو، يعني فعلا تحس السياره ممكن تحتاج دبل كلتش، تقدر تتحكم فيه من هنا. السسبنشن حق السياره او مساعداتها او المعاونيات او نظام التعليق روعه. طبعا هو ادابتف، وتحط السياره على يعني فيها تقريبا هنا اربع وضعيات اللي هو الايكو يعطيك توفير بنزين ويقلب كل شيء ازرق، وبعدين في عندك النورمال وتضغط تقدر انك تحطها كذا تصير نورمال مثلا، تصير عندك شاشه مختلفه سياره يعني حتى تشوف فيها علامه الايكو. في الوضعيات هذه مريحه، يعني مطب حفر لا سمح الله او شيء، يعني ما راح تحس السياره انك تناقز ولا، سياره جدا مريحه ممتازه. اذا حطيتها في السبورت يبدا السسبنشن يصير قاسي، وتقدر فعلا انك تحس السياره بدات تتهزهز شوي. وفي عندك السبورت بلس يخلي الجير شيفتنج يصير متاخر، ويصير عندك الدركسون يصير دقيق، مع انه ما شاء الله يعني حتى في الايكو في النورمال الستيرنج حقها والدركسون روعه ممتاز جدا، يعني ما تحس انه في فراغ. بعض شفت بعض الفيديوهات يتكلمون انه يقولون لا الدركسون حقها، انا بالعكس انا شفت ان الدركسون حقها روعه جدا، يعني ما اعتقد انك تبغى اكثر من كذا. يعني انت ما انت ماخذ مثلا سيارات معينه اللي معروف عنها احساس معين، مثلا كاريرا البورش او مثلا البي ام، بس الفيلينج بهذا افضل بكثير من اللي شفناه مثلا في المرسيدس، مع ان كلهم كهربائيين. فرامل السياره من شركه بريمبو، ففرامل ما شاء الله تبارك الله حتى في القياده العاديه تمسك معك، وتحس ان السياره لما تدوس بقوه تبدا تسوي الداون شيفتنج وتمسك. فروعه الداون شيفتنج في السياره من اروع الاشياء اللي ممكن انك تسمعها. يعني احاول اسمعكم شوي. هذه الحركة قمة الروعة، يعني اللكسس فعلا أنا ما كنت أتوقع أن الجي اس اف فيها متعة قيادة غير طبيعية. السيارة هذه تعتبر ثقيلة، وزنها 1865، بس فعلا السيارة هذه يعني تحس أنها أخف إلى حد ما من 1800. ما راح أقول أنها تحسها مثلا 1500، لا السيارة شوي ثقيلة، وراح تلاحظ الشيء هذا مثلا لما ندوس بنزين. تكلم على ماكينة 5000 سي سي أو 5.0 والتورك 530، فالسيارة قوية. لما ندوس تحس شوي السيارة إلى حد ما ثقيلة شوي، بس ما هي اللي نقول عليها مثلا أن مرة تحس أنها 2 طن، لا. وضعيات السيارة
حاطين لك عليها التورك فيكتورينج ديفرنشال، فيها ديفرنشال وراء يتحكم توزيع الوزن خصوصا على اللفات او على الكيرفز، فيعطيك ثلاث وضعيات تقريبا، يعطيك وضعيه الستاندرد ويعطيك وضعيه السلولم اذا تبغى تدخل بين الكونز، فيحاول انه يتحكم في قوه العزم في الكفرات او التوالي اللي ورا بحيث انك تجيب تحقق افضل رقم. وفي عندك التراك في الحلبه، احيانا يعطيك شويه سلايد راح نشوفها ان شاء الله في الحلبه ونشوف كيف الاداء. وفي عندك النورمال، وعندك زي ما قلت تقدر تطفي التراكشن بس انه يعني راح يستمر انه يشتغل معك. الاكزوست في السياره او صوت الشكمان داخله في موضوع السبيكرز والسماعات والامور هذه خصوصا داخل السياره، لان اللكسس معروف عنها العزل اللي اكثر من رائع داخل الكابينه، معناها سياره رياضيه بس فعلا تحس فيه عزل يعني ممتاز جدا، يعني بعض الاحيان تسمع صوت هواء من المرايا، هذا شيء طبيعي. بس عندك زر اذا حطيت السياره مثلا على الايكو على النورمال فالسياره هدوء، يعني الان تقريبا انا يمكن داعس يمكن 2 او 3 سنتي السياره 2000 ار بي ام وماشيه ما تسمع صوت الاكزوست. والله تبي تشغل تضغط الساوند تبدا تشتغل معك السماعات. طريقه السماعات اذا حطيت السياره على سبورت مثلا راح تشتغل معك السماعات اللي ورا. الحين اشتغلت، فراح تسمع صوت الاكزوست عن طريق السماعات اللي ورا تضخم لك الصوت. اذا حطيتها في السبورت بلس زي الان راح تشتغل معك الاربع سماعات. خلنا نشوف، لكزس يعطيكم العافيه، سياره ولا اروع. القياده في الجي اس اف 10 من 10، يعني تحس انك راكب سياره رياضيه. طبعا انا منزل كرسي على الاخير فما عندك يعني مجال تنزل اكثر من كذا، هذا الاحساس الرياضي. طبعا انا ما اشوف شيء من الكبوت، ما في حركات الكيرفات اللي او بعض الحركات السيارات اللي تشوف في زوايا حاده مثلا من الكبوت او شيء، لا بس تشوف المرايا عندك روعة، المنظر 360 درجة جدا ممتاز، المرايا والأشياء هذه وأنظمة السلامة إن شاء الله راح نسوي لها حلقة نشوفها مع بعض تشتغل مضبوط ولا لا. الريسبونس ما شاء الله غير طبيعي، يعني استجابة المحرك زي ما تتوقع من سيارة رياضية ناتشرالي اسبريتد، ما في لا تيربو ولا سوبر تشارج ولا يحزنون، فرامل بريمبو روعة ولا أروع من كذا. الجير شوي يعني ممكن أقول لك إنه شوي ليزي، وال ممكن أقول عليه الريشيو حقه شوي عالي، يعني السيارة حقت حلبة كبيرة ممكن، وأعتقد أن موضوع توفير البنزين أنه كان مهم جدا بالنسبة لهم فخلوه يكون عالي. سسبنشن بيرفكت، إحساس الدركسون أعتقد ما في أروع من كذا، ما شاء الله تبارك الله. الإنجن ريسبونس
زي ما انتم شايفين ما شاء الله التوازن في السيارة، وتقدر تاخذها الحلبة يوميا ما عندك اي مشكلة، وتقدر تداوم فيها كل يوم، وما عندك التورك فيكتورينج فعلا يشتغل شغل كبير جدا بالسيارة. يعني السيارة مستحيل انها تروغ منك، يعني اذا انك سواق غشيم مستحيل الا اذا عاد انك انت بتعمد ان السيارة انها تنحرف عن الطريق بشكل يعني مقصود. بصراحة سيارة روعة، ماكينة، صوت، سسبنشن، فرامل، احساس، دعسة البنزين ممتازة، البريك ممتاز، توازن السيارة ممتاز. يعني فعلا دخلوا عالم السبورت كار، خلنا نقول اللي كانت ماكل الجو فيه البي ام والمرسيدس والاودي والاشياء هذه. فنقدر نشوف ان اللكسس والكادلك داخله بعنف في المجال هذا، وحاطين لك اسعار يعني مغريه بشكل غير طبيعي. اوكي، جربت السيارة على مدى الويكند يومين، بصراحة اعقل سيارة رياضية يمكن جربتها. سيارة مؤدبة ومحترمة تحت ال 4000 RPM، فكقيادة يومية ما راح تحس انك راكب سيارة يعني عنيفة او رياضية بشكل قوي. وهذا شيء ممكن في ناس يفضله، يقول لك انا ما ابي الا لما ادوس، وهذه ميزة الماكينة التنفس الطبيعي، لا سوبر تشارج ولا تيربو، فقيادتها يوميا راح تستمتع فيها وما عندك اي مشكله. صح انه شويه صرفية البنزين فيها شويه عاليه، كانت معديه تقريبا يمكن 20 او 21 لتر في 100 كيلو. اذا راح اتكلم عن منافسين السياره هذه، احنا راح ناخذ خمس سيارات. ثنتين المانيه اللي الام 5 من البي ام والاي 63 ستاندرد، ما هي الاس اللي من المرسيدس، وراح ناخذ امريكيه اللي هي سي تي اس في من الكادلك. السياره الاخيره راح تستغربون شوي، بس لا هي فعلا تعتبر يعني من نفس يعني مستوى الجي اس اف، اللي هي الانفينيتي الكيو 70 اس الثمانية سلندر. فخلنا نشوف الارقام مع بعض قبل ما اعطيكم التعليق الشخصي. اطول واحدة واعرض واحدة المرسيدس الاي 63. الفرونت تراك ويدث اللي هي المسافة بين الكفرات او الكفر هذاك او التير هذاك وهذا واللي وراء اليمين واليسار المرسيدس، وحنا لازم نعرف ان المرسيدس سيارة جديدة بالكامل. اللكسس فازت بشغلتين، انزل واحدة فهذا يعطيك لو سنتر اوف جرافيتي، الشغله الثانيه اخف واحده فيهم وزن. طبعا اعلى واحده فيهم اللي هي الكيو 70 اس. اذا نتكلم على مثلا مكان وانجز وهذه
كلهم 8 سلندر، بس عندك طبعا البي ام والمرسيدس التيربوز عليهم، بينما عندك السي تي اس في اللي هي السوبر تشارج، الكيو 70 تنفس طبيعي. فاذا بنتكلم عن اقوى وحده فيهم طبعا السي تي اس في ماكينه الكورفت ما شاء الله، اللي هي 6.2 8 سلندر السوبر تشارج، دفع خلفي 640 حصان 854 نيوتن متر العزم. اضعف وحده في الهورس باور الانفينيتي، بس اضعف وحده في التورك الجي اس اف. كلهم طبعا يصيرون دفع خلفي ما عدا الاي 63 تجي ستاندرد دفع رباعي، فبنشوف انها هي اسرع وحده من 0 الى 100. اذا بنتكلم على اسعار فالام 5 والاي 63 تتكلم في فلك اخر، في عالم اخر، يعني اسعارها راح تكون فوق 36000 دينار اللي تقريبا 450000 ريال سعودي فوق. اتكلم وكاله وارقام رسميه، يعني ما واحد يجي يقول مثلا لا والله كان في كلمته وخفض الى 20000 و30000 او 2000 دينار و3000 دينار، انا اتكلم عن الارقام الرسميه. طبعا ارخص واحده فيهم الانفينيتي، يعني تقريبا سعرها 20000 دينار او ما يعادل تقريبا 245000 ريال او 250000 ريال سعودي. السياره هذه سعرها في الكويت 28300 دينار، السعوديه 349000 ريال سعودي. فراح نشوف من الارقام هذه تقريبا المنافسين الشرسين اللي هم الاي 63 والكادلك السي تي اس في، ولكن في تغييرات على البي ام الام 5، وفي خلال سنه ونص او سنتين بالكثير راح يصير في تغيير كبير على الجي اس اف. بس السؤال هو وش الشيء اللي ممكن يخليني اختار الجي اس اف؟ حياكم. هنا يكمن تميز اللكسس، تختار السياره اللي تناسبك، يستقبلك الموظف في مكاتب حقة المبيعات خاصة، مكاتب فيها نوع من البرايفسي، ما أعتقد أنك راح تلقاها بأي وكالة ثانية. خدمة تخلص تأخذ سيارتك، تبي تجربها تست درايف، تبي تسوي اللي تبيه، خلصت منها اخترت السيارة اللي تبيها، تنتقل الآن للمكاتب التسليم، تلقى سيارتك مثلا بعد 4 أيام 5 أيام تكون جاهزة، راح تلقى سيارتك جاهزة في غرفة خاصة في موظف خاص يشرح لك على السيارة من الألف إلى الياء، أخرتها تشغل سيارتك وتتكل على الله. خلنا نشوف السيرفيس مع بعض. يعني هنا يجي تسليم السيارة، تسلم السيارة يستلمها منك الموظف، ياخذ منك المعلومات البيانات اللي تبيها مثلا، وبعدين تروح المكتب حق المختص المهندس حق الصيانه، تخلص اوراقك، تبي يوصلونك البيت يوصلونك البيت، او تبي تدخل داخل مثلا في لاونج داخل، تبي تجلس هني مثلا او تجلس في المنطقه هذه، او تطلع مثلا لللاونج اللي فوق اوريكم اياه الان. خدمة يعني أقل شيء أقول 5 نجوم، كأنك يعني رايح فندق. نطلع الدور اللي فوق راح نشوف فيه هذا أسانسير حق السيارات يوديها البيزمنت أو الدور هذا أو أعلى دور، لأن فيه نفس الشيء في دور فوق حق السيارات الجديدة نفس الشيء. هذا نفس الشيء قسم سيارات جديدة، وفي عندك يعني حتى مدير المكتب المدير العام شكله مميز، وهذه اللاونج حقهم، في عندك الريسبشن، كل شيء هنا ببلاش. ففي عندك قسم خاص حق النساء، في مساج، في كل اللي تبيه، في غرفة تدخين هناك، في عندك كافي باريستا مثلا اللي تبيه، وفي مني نفس الشيء تقدر انك تشوف سيارتك اذا هي بالسيرفس تقدر تشوفها مني. هذا شيء ميزة حلوة، عندهم اكثر من مركز، هذا تسوي الميجر سيرفس او الصيانة الكبيرة في المركز الرئيسي حقهم، وفي واحدة ثانية حقة الكويك سيرفيس نفس الشيء عندهم لاونج، وفي حقة لا سمح الله الحوادث في واحدة ثانية ونفس الشيء عندهم لاونج، ويقدر ياخذك السواق حقهم الى المكان هذا. فهذا اللي يميز صراحة خدمات اللكسس عن باقي الشركات الثانية،
وتستمتع بالكابتشينو اللي تبيه بشعار اللكسس خدمة 5 نجوم. خدمة ما بعد البيع تعتبر من أهم الأشياء. يعني أنا راح أشتري السيارة من الوكالة شوروم مرة واحدة، بس راح أمر السيرفيس 100 مرة، فمر السيرفيس في كل الوكالات هذه وشوف أي واحدة فيهم اللي تحس فيها خدمة عملاء فعلا ترتقي يعني إلى مستوى خلنا نقول 5 نجوم. كان في دردشة أمس على اللايف إنستغرام، وصراحة كان في واحد من الأسئلة عجبني صراحة، وش الأشياء اللي عجبتك في السيارة أو وش الأشياء اللي ناقصة في السيارة؟ الأشياء اللي عجبتني في السيارة صراحة استجابة المحرك، الإنجن ممتازة، النظام التعليق أو المساعدات المعاونية السسبنشن حلو، صح إنه يبغى له شوي لما تحطها في سبورت إس بلس إنه يصير أقسى شوي، بس ممتاز. الفرامل روعة بالسيارة، عندك إحساس الدركسون أو ستيرينج ممتاز، وعندك الكراسي صراحة الكراسي يعني تمسك الراكب والسواق ما تحرك لا يمين ولا يسار، جدا ممتازة. الأشياء صراحة اللي يبغى لها شغل ممكن اللكسس على الجيل الجديد يشتغلون عليه صراحة، نظام الشاشة والأشياء هذه غريب، يعني كان السيستم حقهم القديم يعني يضرب فيه المثل، الآن هذا السيستم ما أدري إيش صار عليهم. السيارة تحتاج جير يكون الريشيو حقه قصير شوي لأنك فعلا تبي تاخذها في حلبة، لأن الجير ريشيو حقه توفير بنزين، وتحتاج دبل كلتش. عداد السرعات صراحة ما هو بذاك الزود، عندك الدبة الخلفية أثر عليها الكفر الاحتياطي ماخذ مساحة كبيرة. التصميم الخارجي احنا تعودنا للجي اس في اللاين حق اللكسس مختلف تماما، تصميمه يكون رياضي أكثر، هذه أخذت نفس تصاميم اللكسس الثانية، يعني هذه وجهة نظري الشخصية. استهلاك البنزين فيها عالي، ما في كاميرا 360 درجة. الإكزوست نحتاج صراحة صوت إكزوست حقيقي من وراء أو الشكاميل اللي وراء السيارة، أنا أحس أنها تحتاج كفرات أو تواير وراء تكون أعرض من الموجودة عليها. وآخر شيء صراحة يعني المفتاح، صراحة مفتاح اللكسس ما هو حلو، يعني أحسه مفتاح تويوتا عادي. راح أعرض لكم في الشاشة أسعار الجي إس الباقية اللي 4 سلندر و6 سلندر بالسعودية وبالكويت. الضمان حق السيارة 4 سنوات من المصنع أو 100,000 كيلو، بس السائر راح يعطيك سنة إضافية فراح تصير 5 سنوات مفتوحة كيلومترات، وهذا شيء جدا حلو. ولا تنسى السيرفيس أو الوركشوب أو قسم الصيانة يشتغل 7 أيام في الأسبوع، والأيام العادية يقفلون الساعة 10 بالليل، هذا شيء جدا مهم. وراح يعطيك 5 سنوات صيانة أو 50,000 كيلو، هذه صيانة مشمولة من قيمة السيارة، بس طبعا ما تشمل الكفرات أو التواير، البريكات والديسكات والفحمات والأقمشة والأشياء هذه. إذا كنت شخص فعلا محتار تبي تشتري من سيارة من الخمس سيارات هذه أو 6 أو 7 سيارات فعلا، وحسيت نفسك أنك محتار، في فيديو أنا سويته بقناتي باليوتيوب كيف تختار السيارة المناسبة من 20 نقطة تقريبا، اكتب النقاط هذه في ورقة وإن شاء الله راح تختار السيارة اللي تناسبك. إذا حسيت أنك فعلا محتار هذه أو هذه أو هذه أو هذه وتبغى استشارة فعليا مني أنا شخصيا، أنا موجود، اكتب النقاط هذه وجهز رسوم الاستشارة إن شاء الله، وأنا حاضر إن شاء الله أختارك السيارة اللي تناسبك. نهاية الحلقة، أتمنى أني أفدتكم في هالسيارة اللي كانت مميزة فعلا من لكسس، وأشكر أخوي مساعد المطيري الستايلست حق الحلقة هذه، ونشكر السائر على توفير السيارة، وأشكركم على متابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية على سيارة رياضية أو سبورت أو سوبر سبورت أو فخمة، فما الله.